بداو بهاد الاختيه الاولى اللي باغا تعترف لخطيبها انها نعسات مع باه. الاشكاليه اللي كاينه انهم قريب يتزوجوا وميمكنش تنتقل تعيش لدار باه وتولي فيما لا يحمد عقباه. وبلاش اخويا عين كتبوا النمره، بلاش نشوفوا شحال كتسالي. يلا بقوا معايا. ميمكنش بلاش نعاود نعيطو، بلاش نعاود نشوفو الرقم. يلا راه حنا غادي نشوفو هاد الرقم هذا وغادي نعيطو للسيدة. 06 نشوف واش غتجاوب ولا تراجعات على الاعتراف ديالها اللي اعتقد انها تقدر تراجع عليه. ها هي هذا اعتراف شويه يقدر يصدم الاخ. الو الو، كي دايره؟ بخير الحمد لله. ياك ما نعستي؟ وقدي لي الصوت ديالك مزيان. كل شي بخير؟ نعطيك الاسم ديالك ولا تاخذي اسم مستعار ولا شنو ديري؟ ما كنسمعكش مزيان. قدي صوتك، قدي. انتي في اللايف دابا؟ على ما كنتيش باغا تهضري في اللايف. كنتي باغا تهضري في اللايف ولا لا؟ واخا. شنو سميتك وشحال في عمرك؟ ايه راكي في اللايف دابا. نقولو سميتك ليلى. شحال في عمرك يا ليلى؟ شحال في عمرك؟ عندي 25 سنة. 25 سنة، يعني انتي اللي نعستي مع الأب ديال الخطيب ديالك، ياك؟ شحال انتي كتعرفي هاد السيد هذا اللي خاطبك؟ 3 سنوات. وكيفاش طرات نعستي مع باه؟ ما فهمتش. ودابا هي قادي الصوت ديالك ولا حيدي الكيت ولا شوفي شنو ديري. دابا مزيان. واخا قول لي كيفاش طرات نعستي مع الاب ديال خطيبك؟ ما كتسمعكش. الو كنسمعك. قولي كيفاش طرات نعستي مع الاب ديال خطيبك؟ واش ما قادرش تهضري؟ ونايضة حداك الحرب. حيدي الكيت اختي ليلى الا كان ممكن. ولا انا ما كنسمعكش مزيان، غير حيدي نجرب. حيدي قول لي كيفاش طرا، كيفاش نعسي مع الاب ديال خطيبك؟ زعما ضروري تعرف لي ديتاي. ويلا بغيتي زعما راه ماشي تلاه عليك من السما ولا لقيتيه في باكي ديال التيدر، راه ضروري ما طرات شي حاجه. بلا ما تقوليها. لا، الا ما بغيتيش تعترفي وبغيتيش تقطعي راه عندك كامل الحق. زعما الا ما كنتيش باغا
كاين حتى مشكل. ماشي هكذا دابا، انا بغيت نعرف مع حد بعيد عليا، نجي واحد ما نقدرش دابا، مع حد مسافر شي خدمه ما حد بعيد عليك بغيتي تعترفي ليه؟ ودابا هي القاد لي الصوت ديالك ليلى، راه ما قادرش لا نسمعك لا نفهمك لا حتى شي حاجه. ليلى خرجي من تحت المنطقة بعدا وهضري، وحيدي الكيتا ليلى. يلا الو، دابا مزيان؟ ودابا مخير كاع كون درتيها من قبيله و... المهم باش ما نكثرش عليكم نمشي للبحر. طرا لي طرا طرا شغل اليوم بيني وبين البار ديال خطيبي. المهم بابا ماشي شي واحد اللي كبير، باقي صغير باقي جون. مهم على وزن ميمة. نعم مهم على وزن ميمة. خطيبك شحال في عمره؟ خطيبي تكون عنده ديك 27 عام. 27 عام، يعني على الأقل السيد با غادي تكون يكون في 45. ما ماشي دابا، أنا مش ندويش على لاج، تندوي على الشكل زعما، ماشي شي واحد اللي كبير اللي زعما فهمتي، ميمكنش أنك مديرش معاه شي غولاسيون فهمتي. كيفاش ميمكنش انك ما ديرش مع شي ريلاسيون؟ زعما ماشي شي واحد اللي كبير بالمشاعر. كيفاش طرا داك النهار؟ دابا انا هاد الكليزي طاح. الا كان ممكن. كاين فرق كبير ما بين الاب والام كيشربوا وما بين انك نعستي معاه، زعما راه ما عندها حتى شي علاقه، هذا سي جوست ان ديتاي انه كيشرب. كملي. كتقولي لي عمي فوالا شدني عم نقني بحال عنق، بس انا ما درتيش شرط الفنج، يعني شدك عنقك وباسك، يعني باسك في فمك في ودنيك فين باسك؟ هي راه ما نعستيش معاه، دابا راه كاين نعستي معاه، كاين كونسونتمون اولا اغتصبك، زعما راه ما كايناش شي حاجه لورا. اول مره كنسمع هاد بين وبين، زعما ما فهمتش. دابا انا فاش طير عليا ما بغيتش نغوض على مو كدا، صافي مبقيتش نمشي معاها فهمتي، مبقيتش معاها فيا. يعني شدك عنقك باسك، انت ما بغيتيش تغوتي وانت تسحلايها. كملي. عطيني الرقم ديال خطيبك، عطيني بلا تبقاي معايا. شحال النيميرو ديالو؟ 06. الو.
وما حافظاش الرقم ديال الخطيب ديالك؟ يلا جبدي انا معك، ما كاينش او بارلو، غير جبدي. مامون سوا. الو، يلا مقيدة ليش؟ ما مقيدة لي الدمدومة رقم 5 ولا اش دايرة لي؟ اش مقيدة لي في الريبيرتوار اللي باقي ما لقيتيش؟ يلا جبتيه. لا ما كيتسمعش، ما كيتسمعش. 06. صفر ستة. شحال؟ شنو سميتو؟ لا ولكن خصني نقول لي سميتو باش غنهضر معاه، يعطيني سميه. واخ شوفوا واش فايق. ارضى لها في الوالد. علي الرجوع. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، كي داير اخويا؟ لاباس عليك؟ وي ترونكيل، كل شي بخير، ترونكيل. ناستي؟ مازال ما ناستيش؟ كيفاش؟ ناستي ولا مازال؟ لا هو الصورة فاتت الصحة، فايق الصحة. عرفتي شكون اللي معاك؟ ده غادي يكون الكوزان ديالي، حيتاش واقيلا ما شكيش في الصوت ديالو بحال بحال. لا شكون الكوزان ديالك؟ عادي هو ماشي عادي هذا. انت دابا باش نفسر ليك، ياك انت في واحد البرنامج قلبك يضرب واحد قرب باش تكون معايا. علاش قلبك كيضرب؟ ما تحكيش شو ايوا ما شو هو حيت لي في الليل هذه. ما هو راه كاين واحد بريسونتيمون خايب، ولكن داكشي اللي غتسمع زوين او لا خايب، داكشي نسبي. المهم باش والله يضرب واحد. الله يكمل. انت في واحد البرنامج مباشر سميتو ليالي ماريو، ما عرفت. الماريو ماريو تتفرج فيك ديما صاحبي، وقاعد صحابي تتفرجوا فيك ديما فغم. والله وبلاتي بلاتي 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 بلاتي، الا كانوا كاع اذا كانوا كاع صحابك كيتفرجوا ما غاديش نعطيو الاسم الحقيقي ديالك. صافي ما تعطي سميتي لحظة، غادي نقول سميتك سيمو. والخطيبة ديالك انت خاطب شي وحدة؟ 3 سنين هذي. 3 سنين هذي، كي دايرة معاملتك معاها الى اخره؟ كنت مع هادي شي ساعتين ولا 3 سوايع قبل ما نقبض الطريق لمراكش. قبل ما تقبض الطريق لمراكش، وصلتي لمراكش ولا باقي؟ لا انا كاين دابا في دار في مراكش. لا انتوما ما ساكنينش في نفس المدينة انت وخطيبتك؟ لا ساكنين في نفس المدينة، غير انا كنجي هنايا بعد مراكش باش تشوف لاقومي ولا كنشوف صحابي. ولا بغيت نضيع الوقت، حيت رمضان انا ما بغيتش نخلصك في ديك المدينة بزاف. انت هي ساكن في كازا ولا فين ساكن؟ اه انت في كازا ولا فين؟ لا دابا انا في مراكش. ما بغيتيش تقول في البلاصه ديالك انت وخطيبتك المدينه؟ لا فريمون زعما ندخلو في هادشي. حيت صحابك كيتفرجوا ماشي مشكل. عندها واحد الاعتراف خايب ليك انت. بصح والله سيدي الا كان دوي بصح. ايه تفضل قول لي. عرفت في نظرك شنو تكون دارت؟ زعما شكون خانتني مع شي واحد ولا شكون زعما ولا مارش؟ والله مارش. شنو تكون دارت مثلا؟ تكون زعما عجبها شي واحد بغا تطلق مني انا؟ وانت باقي كاع ما تزوجتش باش تطلق. مارش هادشي يبان ليا عيطيش باش مورا داري وانا وياها فاهمني تفهمشي. هاد الايامات كنشوف فيها شي بحال كتشوف باباك تقول شي حاجة ما قداش. كتمشي عندهم لدارهم، كتجي عندك لداركم؟ وي بيان سور بيان سور. كتعرف مي وبا اخو خويا ما
داك التصميم اللي صغير الصغير ديالي كامل ما كتعرفش ماشي دابا بغيت شدتني الرعدة وحق الله وحق الله كاع والله الا شدتني الرعدة. يلا انا ندوزها لك. باش نقول سميتها ولا بلاش؟ لا قول سميتها ليلى. علاش ما تسميهاش نعيم؟ نسميه وانا نعيمة سيدي. يلا نعيمة ها هو معك السيمة. الو الو وفا كيفاش كيفاش هو الو كيفاش هو ما في النظر كان في انكم صافا في النظر قبيلة ديك قبيلة انا قبل ما شترا قلت لك واش كاينه شي بلان طاري شكات ليا ما تبدلتي بزاف وحق ربي تبدلتي بزاف. ما كنسمعكش الاخت كاع نهائيا. قادي الصوت ديالك ولا شوفي كي ديري دابا مزيان. وهضره شويه مقدره ما كنسمعكش. اه دابا شنو البلان دابا كيفاش شطار عايش كيأتم إلى الآن ما فهمش إذا باش طاري من الأخر جني من الأخر طاري كاين. دابا أنا سيمو أنا غنفسر لك هاد السيدة هادي جمعتها علاقة مع جمعتها علاقة مع الأب ديالك. سيمو سيمو ما كنتش باغا وانا اصلا ما كنتش باغا. شوف ما جويش يا الله دراري كدوي بصح سيمو بلاتي شوف ربي انا اليوم وما صايمتش انا حاسس دابا عندي سيمو اسمعني تكلم سيمو قطع لا شي قايد هاد اللعيبه هادي. واش غنقول لك فهمتي هذا خل... تا غنسالي وغنعيط ليه. واه واحد الرقم نسيت ما قيدتوش. هذا اللي من قبيله سيدي هو كيحلف وكيعطي لي قلبو لا شي. شوف شنو غيطرى بمنع المكالمات الواردة. Votre correspondant a restreint ses appels entrants. مخاطبكم قام بمنع قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.